معنا كلمة للرئيس محمود عباس أبو مازن تعقيبا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تعالوا نشوف قال إيه ونرجع تاني. قضيتنا الوطنية بلحظة فارقة اليوم بعد الإجراءات التي أعلنت الإدارة الأمريكية عن اتخاذها بشأن القدس. إن الإدارة الأمريكية بهذا الإعلان قد اختارت أن تخالف جميع القرارات والاتفاقات الدولية والثنائية، وفضلت أن تتجاهل وأن تناقض الإجماع الدولي الذي عبرت عنه مواقف مختلف دول وزعماء العالم وقياداته الروحية والمنظمات الإقليمية خلال الأيام القليلة الماضية حول موضوع القدس. إن هذه الإجراءات المستنكرة والمرفوضة تشكل تقويضا متعمدا لجميع الجهود المبذولة من أجل تحقيق السلام، وتمثل إعلانا بانسحاب الولايات المتحدة من ممارسة الدور الذي كانت تلعبه خلال العقود الماضية في رعاية عملية السلام، كما أن هذه الإجراءات تمثل زي ما قال الرئيس عباس أبو مازن أن هذا القرار بيعني أن أمريكا اختارت انقلبت على السلام، يعني أن أمريكا لم تصبح راعية للسلام من الآن، وان كل الشعارات اللي قالوها قبل كده ان امريكا ترعى السلام وامريكا بتكمل السلام وكان طلع كله كلام في كلام وعليكم السلام، يعني ما حدش بعد كده يقول لامريكا ولا حد يقول لي سلام. دول ناس بيقفوا مع دول والاثنين مع بعض ارهابيين، ودواعش ملهاش مش بعيد عن اسرائيل ولا بعيد عن امريكا، واحنا الضحيه في النهايه.